ايوه حاضر. اهلا. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا حنان؟ ازيك يا طارق؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار البطل بتاعنا ايه النهارده؟ والله نايم كعادته طبعا. برضو؟ ايه يا حنان؟ انا كل مره اجي الاقيه نايم، ده كده الموضوع بقى مقلق. مش عارفه والله اقول لك ايه يا طارق. انا اول ما نورهان قالت لي رحت اتكلمت مع سليمان بيه وهو وعدني ان شاء الله هيحاول يلاقي وظيفه مكتبيه المعتز. مهم بس هو يشد حلو ويطلع من اللي هو فيه ده. يا ريت والله يا طارق. ثانيه واحده بس هشوف مين على الباب. اتفضلي. اهلا. ازيك يا نورهان؟ ازيك انت يا حنان؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. الله. هاي حبيبي. هاي يا حبيبتي. غريبه. ايه يعني ما قلتش ان انت جاي؟ كنا جينا سوا. والله يا حبيبتي انا ما كنتش مرتب، انا لقيت نفسي قريب قلت اعدي اطمن حنان ان انا اتحركت في موضوع الشغل. صح، واجب يا روحي. والله يا جماعه انا من غيركم مش عارفه كنت هعمل ايه. ما تقوليش كده. قولي لي، امال فين معتز؟ نايم قعدته. طيب انا هقوم اعمل لكم حاجه تشربوها وهاجي على طول. سيبكم انا بقى تقعدوا مع بعض واروح الشغل. استنى. ايه هي؟ اذا حضرت الشياطين ولا ايه يا طارق؟ شياطين ايه يا نورهان؟ ما انت عارفه الهم اللي ورايا. انا مستغربه في وسط الهم ده كله بتلاقي لك وقت عشان تيجي تتنطط فيه هنا كل ساعه والتانيه. ايه تتنطط دي يا نورهان؟ في ايه مالك؟ مستغرباك. انا بستغرب فعلا. كان ممكن تكلمها في التليفون تقول لها انت عملت ايه، لكن ده انا لسه طالبه منك وقايله لك ما تجيش هنا لوحدك. اجي الاقيك. قلت لك كنت قريب عديت. وبعدين انا مستغربك. فيها ايه لما اعدي على معتز اطمن عليه؟ هو فين معتز؟ ما هو نايم. قافل الباب على نفسه. عمال يبلبع في مهدئاته مش دريان باي حاجه. وحضرتك قاعد مع الهنم هنا لوحدكم في الريسبشن. على فكره شكلكم مش لطيف. انت جنان يا نورهان. انت واعي انت بتقولي ايه؟ ايه؟ بتكلم في الاصول. وعايزين الاصول ما تزعلش. الكلام اللي بتقوليه ده كلام بايخ. ملوش اي لازمه. مش هرد عليك عشان حنان ما تحسش بحاجه. كفايه القرف اللي هما فيه. وعموما لينا بيت نكمل كلامنا فيه. سلام. استنى انا لسه بكلمك، ما خلصتش كلام. ايه ده؟ هو طارق مشي؟ اه يا حبيبتي، بيقول مشغول قوي، عنده حاجه مهمه. الله يعينه. بقولك ايه، عايز اسالك على حاجه كده وتجاوبيني عليها بمنتهى الصراحه. اه طبعا، اتفضلي يا نورهان. ترى هتقدري تكملي مع معتز وهو بحاله العجز دي؟ بص عليك يا نورهان، ده سؤال برضو تساليهوني؟ ده انت اكتر واحده عارفين. اصل الحكايه يعني لا بطوله ولا تضحيه، ساعات بيبقى غصب عن الواحده، مش بايديها يعني. وانتي صغيره وحلوه ممكن ما تقدريش تستحملي، واكيد ليكي متطلبات. هسالك سؤال يا نورهان، لو طارق لا قدر الله جراله الجرى المعتز، كنت هتعملي ايه؟ أنا وجودي جنب معتز لا بطولة ولا تضحية، أنا واحدة بتحب. وجودي جنب جوزي وحبيبي ده شيء مفهوش فصال. أنت حساني يا نورهان؟ حاسة بيك يا حنان. أنا آسفة جدا. أرجوكي انسي إني سألتك السؤال ده وما تزعليش مني. عمري ما اقدر ازعل منك يا نورهان. يلا اشربي بقى. ميرسي. ان شاء الله معتز هيقوم وهيبقى زي الفل وهتقضوا اسعد ايام حياتكم. يا رب يا نورهان يا رب.